النظام الملالي. هذه الاحتجاجات المتواصلة والمحافظة على زخمها بمختلف الطرق، فشل النظام في قمعها بكل الوسائل، بداية من مواجهة المحتجين بالرصاص في الشارع إلى اعتقال الآلاف منهم وصولا إلى إعدامهم علنيا. نتابع في هذا الفيديو مع الإعلامية السورية ربا أبو درغم تطور وتوسع الاحتجاجات الإيرانية التي بدأت منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق. لم تعد الاحتجاجات محصورة في الحجاب، لكنها تحولت إلى احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام والمرشد الإيراني، وانعكست تأثيرتها على الوضع الاقتصادي، فانخفضت قيمة العملة الإيرانية وتفاقمت أزمة البطالة، وكذلك انعكست على مباحثة البرنامج النووي. تابع الفيديو للمزيد من التفاصيل. تحياتي. تحولت التظاهرات أيضا من حركة احتجاجية مطالبة بالحقوق والحريات إلى حركة لها انعكاساتها السياسية والاقتصادية الواسعة على النظام. اقتصاديا، ومع تراجع الريال الإيراني المتعثر إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار وتفاقم أزمات البطالة والغذاء التي أعادت أيضا الإيرانيين إلى نظام المقايضة، يواجه النظام أزمة ستزيد من عزلته على وقع العقوبات. هذه العقوبات الغربية تتوالى كلما ازداد في قمعه أو نفذ حكما جديدا بالإعدام، ليجد نفسه يدور في دائرة مفرغة. انعكست الاحتجاجات أيضا على الملف النووي ومحادثات إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى، فاتهامات النظام للغرب بالتدخل وتأجيج الاحتجاجات تجعله غير قادر على العودة للاتفاق. في المقابل، وفي ظل انتهاك السلطات الإيرانية السافر لحقوق الإنسان، لا تتحمل الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة توقيع أي اتفاق مع إيران في المدى القريب أو البعيد، ما يشير إلى أن الاحتجاجات نزعت أجهزة التنفس عن الاتفاق الميت إكلينيكياً. أقر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بخطورة الأوضاع في إيران إثر موجة الاحتجاجات، وزعم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.